يلا بينا على الطاير بقى كده نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه ما في من انشطه مختلفه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، اكيد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا هكون معاك ومع جميع جماهير النادي الاهلي عشان اطلعكم على اخر واهم اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده طبعا مستر بيتسو موسيماني. وللنهارده ان شاء الله يعني ضمن منافسات الجوله الثانيه من دوري الممتاز لكره القدم، النادي الاهلي هيواجه البنك الاهلي في تمام الساعه 8 مساء على استاد الاهلي سلام. طبعا بنتمنى التوفيق لجميع لاعبي النادي الاهلي، وانه طبعا يعني يحققوا الفوز النهارده ونتيجه ايجابيه ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي طبعا مع اداء قوي ومتميز زي ما شفنا في المباراه الماضيه مباراه الاسماعيلي طبعا في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. طبعا خليني اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا هبتدي معاكم بالفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده طبعا الكابتن علي هاشم وجهازه الفني. يمكن خليني اقول لك يا كريم انه طول يعني الايام الماضيه لاعبات النادي الاهلي بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي بدون راحه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله امير عبد الله الفيصل بدون راحه، بيستعدوا بشكل قوي جدا لمباراه مهمه، مباراه غد ان شاء الله مباراه السوبر المصري امام نادي سبورتنج، ولتقام في تمام الساعه 5 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى في مدينه 6 أكتوبر. يمكن النهارده ان شاء الله لاعبات النادي الاهلي عندهم يعني تمرين الساعه 6، ولكن هتكون على صاله المباراه صاله امير عبد الله صاله الدكتور حسن مصطفى بدلا من صاله الامير عبد الله الفيصل. هيتمرنوا على صاله المباراه عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي ويتعودوا على اجواء المباراه من النهارده عشان بكره طبعا يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه. فيعني النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 6، وطبعا يعني خليني اقول للساده المشاهدين ان بكره ان شاء الله مباراه السوبر المصري هتكون في نسختها الثانيه، النادي الاهلي هيشارك فيها. يمكن امبارح يعني لاعبات النادي الاهلي الموسم الماضي شاركوا في النسخه الاولى وفازوا بيها على حساب نادي هليوبلس بنتيجه 92-62، ولكن كانت على صاله الشرقيه للدخان. فبكره ان شاء الله النادي الاهلي هيشارك في النسخه الثانيه، وطبعا بنتمنى انه لاعبات النادي الاهلي يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي ويتوجوا بالنسخه الثانيه على التوالي. ده بالنسبه للمباراه. كمان خليني اكلمكم شويه عن الغيابات. يمكن طبعا هيغيب 2 من لاعبات نادي الاهلي الاساسيات عن المباراه بكره ان شاء الله، ثريا محمد ونهى شتا. ثريا محمد طبعا كليوباترا كره السله هتغيب عن المباراه بسبب يعني اصابتها بقطع في الرباط الصليبي، ونهى شتا بسبب طبعا يعني اصابه في الظهر، فالاثنين هيغيبوا بشكل رسمي عن المباراه وهيكونوا اوت اوف ذا سكواد. ولكن كل لاعبات نادي الاهلي هيكونوا متواجدين يا كريم مع كابتن علي هاشم والجهاز الفني لمباراة غد. كمان رجال السله وبعد يعني ما حققوا الفوز يعني في جميع المباريات في الدوره المجمعه الاولى والدوره المجمعه الثانيه في بطوله الدوري المرتبط، وطبعا بعد فوزهم على نادي القناه في مباراه الذهاب والاياب في الدور ال 16 يعني مع تحقيقهم العلامه الكامله، رجال السله تاهلوا بشكل رسمي لدور الربع النهائي او دور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط، وهيواجهوا ان شاء الله نادي الاتصالات يوم 8 من الشهر المقبل شهر نوفمبر. يعني شهر يوم 5 هيكون مباراة الذهاب، ويوم 8 هتكون مباراة الإياب في الشهر المقبل. فإن شاء الله يعني لاعبي النادي الأهلي هيعودوا للتدريبات بكرة. يمكن قرر يعني مستر أجاستي إبوش إن هو يريح جميع لاعبي النادي الأهلي لمدة 48 ساعة، النهارده هيكونوا في راحة وبكرة هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى عشان يستعدوا بشكل قوي لجميع المباريات الفترة القادمة. كمان الاتحاد المصري لكرة السلة إمبارح أعلن يعني إنه النادي الأهلي هيواجه نادي الترام في الدور 16 من بطوله كاس مصر الفتره المقبله، ولكن لسه ما تحددش موعد يعني اليوم المباراه والساعه اللي هيتلعب فيها المباراه، ولكن تحدد يعني الملعب ان شاء الله انه الملعب هيكون صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان رجال الطايره وبعد يعني امبارح ما انتهى التعاقد مع المحترف الامريكي جارت، بعد الانتهاء التعاقد امبارح يعني جميع لاعبي النادي الاهلي في فريق الاول لكره الطايره رجال وطبعا معاهم كابتن ميدو مسلحي وجهازه الفني يعني سافروا مباشره لمدينه الاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق يعني من اجل المشاركه في العديد من التجارب الوديه والمباريات الوديه النهارده وبكره ان شاء الله. يمكن النهارده ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هي عندهم مباراه وديه مع نادي الاتحاد في تمام الساعه 8 مساء على
صالة نادي الاتحاد، وبكرة عندهم ماتش مع نادي سموحة، ودي يعني كلها ضمن الاستعدادات للموسم الجديد إن شاء الله لفريق كرة الطائرة. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان يعني فريق اليد سيدات امبارح حققوا الفوز يا كريم على نادي سموحه بنتيجه 28-22، وده كان ضمن منافسات بطوله الدوري المحترفين لكره اليد سيدات. وكمان يعني فريق كره اليد رجال ما زالوا في توقف دولي، لسه جميع المباريات متوقفه يعني، او جميع المباريات في بطوله الدوري وجميع المسابقات متوقفه بالنسبه لكره اليد، لانه في توقف دولي في 12 لاعب من فريق النادي الاهلي متواجدين في معسكر مغلق لمنتخب مصر عشان يستعدوا بشكل قوي لبطوله افريقيا في شهر يناير القادم، والمعسكر يعني هينتظم او هيكمل يكون متواصل لحد يوم 6 من الشهر المقبل، فما زال لسه في توقف دولي. ولكن خليني اقول لك انه امبارح يعني في انجاز تاريخي وانجاز كبير لمنتخب كره اليد منتخب مصر طبعا، يعني امبارح بشكل رسمي ايضا كانوا في تصنيف الرابع على العالم مع منتخب فرنسا ومنتخب دنمارك ومنتخب اسبانيا. يمكن طبعا يعني يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، وطبعا جميع الالعاب الاخرى سواء السله اليد او كمان الكره الطايره. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى استوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه المتميزه.